وتنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة الغد إيمان جبور. أهلا بك إيمان. إيمان، ما التفاصيل المتوفرة حول ما قاله الإسرائيليون عن إسقاط مسيرة عبرت الحدود من لبنان؟ نعم، عصر هذا اليوم كانت مسيرة قد أطلقت من جنوب لبنان من قبل نشطاء لبنانيين في محاذاة الحدود ما بين فلسطين التاريخية وجنوب لبنان. طبعا في خلفية هذا الخبر هنالك يحيي اللبنانيون اليوم ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وكان هنالك أيضا مسيرة للمستوطنين في شمال البلاد بسبب عيد نزول التوراة، وكان هنالك أيضا في الجهة المقابلة للحدود نشطاء لبنانيون قاموا بإطلاق هذه المسيرة. وفق بيان الجيش الإسرائيلي، هذه المسيرة كانت فوق مستوطنة زرعيت وأسقطت هناك عبر استخدام وسائل تكنولوجية من شأنها تشويش حركة الطائرات وإسقاطها. ولكن يعني دعيني فقط أذكر بأن هذا الأمر ليس استثنائيا ولا يعد تطور يعني دراماتيكي في العلاقات ما بين أو العلاقات الحربية أو الاستخباراتية ما بين إسرائيل وجنوب لبنان، لا سيما حزب الله، خاصة يعني وإن ذكرنا هذه المعطيات بأنه فقط في العام 2020 كان هنالك أكثر من 90 مسيرة أطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى. عام 2021 أيضا أكثر من 100 مسيرة أطلقت، وبالتالي هذا أمر صار يعني نوعا ما روتينيا. آخر مسيرة أسقطت كانت في أبريل الماضي حين كان هنالك تصعيد ما بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان، كانت قد أطلقت عشرات القذائف الصاروخية. أيضا كانت هنالك مسيرة كانت قد أسقطت من قبل الجيش الإسرائيلي، كذلك مؤخرا مسيرة أخرى أطلقت من سوريا وأيضا أسقطت من الأجواء الإسرائيلية. وبالتالي هذا ليس أمرا استثنائيا، ولكن ربما يتخذ الآن صدى أكبر هذا الحدث على خلفية كل التصريحات التي أطلقت في الأيام الأخيرة من قبل شخصيات أمنية وسياسية إسرائيلية. يعني فقط يوم الاثنين الماضي كان رئيس الاستخبارات العسكرية هارون خليفة كان قد قال بأن حزب الله يقترب من ارتكاب خطأ قد يؤدي إلى تدهور خطير في المنطقة وأيضا إلى حرب كبيرة. ولكن يعني بالطبع في الفترة الأخيرة هنالك رصد على الأقل بالرؤية الأمنية الإسرائيلية، هنالك رصد لمحاولات لتغيير قواعد اللعبة من قبل حزب الله ومعادلات وتغيير معادلة الردع أمام إسرائيل. تسمي إسرائيل هذا الأمر تصاعد الاستفزازات من قبل حزب الله، لا سيما يعني لو ذكرنا عملية مجدو التي نفذها لبناني كان قد دخل عبر السياج الأمني واجتاز عشرات الكيلومترات دون أن يقبض عليه ووضع عبوة ناسفة كبيرة الحجم وسط البلاد. إذا هنالك بالفعل يعني تصعيد من قبل حزب الله بالرؤية الإسرائيلية. مرة أخرى أتحدث عن الرؤية الأمنية الإسرائيلية، وهنالك الكثير من التصريحات التي أطلقت مؤخرا حول قضية وحدة الساحات وبأن هنالك استفزازات تربط ما بين إيران ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، وهذا الأمر يعني أدى إلى هذه التهديدات التي سمعناها مؤخرا من شخصيات أمنية إسرائيلية. ولكن في نهاية الأمر هذا جزء من الرسائل العالمية غير المباشرة ما بين حزب الله وإسرائيل. شكرا جزيلا لك إيمان جبور مراسلة الغد، كنت معنا من القدس المحتلة. شكرا لك.